بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد اللوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وروى البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي اللوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الترجمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهو الإمام أبو عبد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله، الإمام الداعي إلى الله المجتهد الذي رحم الله به العباد في النصف الثاني من القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية، فدعا إلى الله وجدد معالم الإسلام في هذه الجزيرة، وأوضح للناس توحيد الله، وحثاهم على اللزوم والاستقامة عليه، وحذرهم من الشرك والتعلق بالقباب والأشجار والأحجار والقبور وغير ذلك. فنفع الله بدعوته وهدى الله به جم الغفير، وعاد إلى هذه البلاد دينها الحق وعبادتها لله وحده لا شريك له، وذهب ما بليت فيه من الشرك بالله وعبادة الأوثان، وانتفع بذلك جم الغفير من سائر الآفاق. يقول رحمه الله: باب ما جاء أن بعض الأمة يعبد الأوثان، يعني باب ما جاء من أدلة أن هذه الأمة أن بعض يسلك مسلك من كان قبله، وأنهم يعبدون الأوثان كما عبدها من قبلهم. قال الله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين سبيلا. وجد في الأمة من فعل من آمن بالجبت والطاغوت، والجبت السحر وزاروت الشيطان، وقيل جبت كل شيء لا خير فيه وكل بلاء
يقال لها جبت الصنم جبت، الطاغوت جبت، والشرك جبت، والطاغوت الشيطان. وقد وقع في هذه الأمة من بلي بالسحر وعبادة الطواغيت والتعلق بهم تقليدا للأمة السابقة. وهكذا قوله جل وعلا: قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت هناك شر مكانه وأضل عن سواء السبيل. فكما أن من كان في من قبلها من عبد الطاغوت هكذا يكون هذه الأمة من يعبد الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله يقالها طاغوت. فإن كان لم يرضى فالطاغوت الشيطان يدعى إلى عبادته كالأنبياء والصالحين ليسوا بطواغيت، وإنما الطواغيت الشياطين التي دعت إلى عبادتهم وزينتها للناس. وهكذا الصنم يقال لها طاغوت، والمعبود من دون الله هو راض كفرعون والنمرود يقال لها طاغوت، والحاكم بغير ما أنزل الله يقال لها طاغوت. فالمقصود أن دعاة الباطل يقال لهم دعوة طواغيت. فكما وجد في الماضين في اليهود والنصارى كهذا يوجد في هذه الأمة. قال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني قال رؤساؤهم وكبراءهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهكذا فيها الأمة من قلد المشركين وعبد القبور واتخذ مساجد عليها، كما الآن يوجد في كثير من أمصار المسلمين التعلق على القبور وعبادها من دون الله عز وجل وعباد الأنبياء والصالحين. كل هذا تقليد لمن مضى واتباع لمن مضى وسير على طريقة من مضى من المشركين. ويدل على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو قذة بقذة. فكما وقع في الماضين يقع في هؤلاء المتأخرين حذو قذة بقذة، قذة السهم بقذة أخرى، حتى لو دخلوا وجوه حرب لا دخلتموه، يعني من جد من شدة المبالغة في متابعتهم وتقليدهم حتى لو دخلوا وجوه حرب لا دخلتموه. هذا ضرب مثلا لشدة التقليد والمتابعة للماضين، حتى لو فرضنا أنهم دخلوا وجوه حرب لا دخلتموه، يعني أنهم يبالغون في اتباع من مضى من الكفرة والضالين، حتى لو قدر أنهم دخلوا وجوه حرب لا دخل هؤلاء المتأخرون. قالوا: فمن؟ يعني يهود والنصارى، قال: فمن؟ في اللفظ الآخر فارس والروم، قال: فمن الناس إلا أولئك. والمعنى أن هذه الأمة تقلد اليهود والنصارى وفارس في عبادة غير الله وعبادة القبور واتخاذ الآلهة من دون الله من الأنبياء والصالحين. وهذا موجود الآن في مصر والشام وغير ذلك، وكثير من الناس يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءوا إلى قبره دعوه واستغاثوا به، وبعضهم يستغيث من بلاد بعيدة يستغيث من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالمسيح أو بعيسى أو بموسى أو بقبل القاضي الجيلاني في العراق أو أبي حنيفة في العراق. وهكذا ما يقع في مصر من عبادة الحسين والبدوي وغيرهم ممن ولي بهم عامة الناس نسأل الله العافية. وهكذا في الشام في يعبدون الداعية إلى الهادي بن عربي وغيره ممن يدعوه جهال الشام، وهكذا في أمصار كثيرة في أفريقيا وفي المغرب وغير ذلك. كل هذا الذي أخبر به النبي وقع عليه الصلاة والسلام، وقع في الناس بالشرك. وكان في الجزيرة من يعبد زيد بن الخطاب في الجبيلة، عليه قبة في الجبيلة حتى هدمها الشيخ رحمه الله ومن معه، وكان يعبدون جملة من الغيران والأشجار في الدرعية وفي الرياض وفي غيرها حتى أزالها الله بهذه الدعوة المباركة. وهكذا حديث ثوبان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زول بها، وإن أعطيت كنزين الأحمر والأبطر، وإني دعوت الله لأمتي ألا يعذبها في سنة عامة وألا يسلطها عدو من سوى ما يستبيح حفظتها، وأن ربي قال: يا محمد إني قضيت قضاء لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلطها عدو من سوى المسلمين من غيرهم فيستفيضتهم، ولو اجتمع عليهم باب من بأقطاره حتى يكون بعضهم يشرك بعضا ويسمع بعضهم، حتى يقع منهم الفتنة والشرك والفتن فيما بينهم فيسلط عليهم الأعداء. أما إذا اجتمعوا على الحق وتمسكوا به فإن الله ينصرهم، كما قال في آخر الحديث: ولا تزال طائفة من أمة الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ما دام أهل الحق متمسكين به
فإنه لا سلطان العدو عليهم، فإذا اختلفوا وتنازعوا وتقاتلوا دخل العدو وتمكن من كثير من ملتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني دعاة الباطل دعاة الشرك، هم أصل البلاء، هم الذين تقع بهم الكوارث، دعاة الشر والفساد من أمراء ومن علماء نسأل الله العافية. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا من عالم النبوة، وقد وقع السيف في عهد عمر، قتل عمر ثم قتل عثمان ثم استمرت الفتن نسأل الله العافية. ولا تجعل طائفة من على حق منصورة يضرهم من خذلهم ولا من خذل حتى يأتي أمر الله، هذا إشارة أن الله جل وعلا يبقي في هذه الأمة طائفة على الحق منصورة تكون قدوة لغيرها في الخير حتى تأتي الريح الطيبة التي يقبض الله بها أرواح المؤمنات. فلا يزال في الأمة في هذه الأمة من يعبد الله ويستقيم على دينه حتى يأتي أمر الله بقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة. وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق حي، يعني قبيلة في الأضلال قبائل أمة المشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والذي قبلها أهمون يتبعون نسلا من قبلكم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال هذه الأمة بخير ما لم تبتلى بالأئمة المضلين وما لم تختلف فيما بينها، فإذا اختلفت بليت بالشر والتحق منها الكثير بالشرك المشركين، وعبدوا الأوثان وقلدوا غيرهم واتبعوا سنة من كان قبلهم بسبب اختلافهم وتقاتلهم وإضاعتهم أمر الله عز وجل نسأل الله العافية. وفيه الحديث هذا أنه سيخرج في أمة الكذابون 30 كلهم يزعمون أنه نبي، وهذا قد وقع، وآخرهم الدجال يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين، هو آخرهم قبحه الله. ولا تزال طائفة من هذه الأمة على حق منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشرعية أو الحياة من تنظيم، نعم، تقليد اليهود والنصارى المقصود بالأشياء الشرعية أم جميع في الشرك وغيره، في الشرك وغيره نسأل الله كما قد وقع. حصر الكذابون في 30 أحسن الله إليك، هذا معروف في الأحاديث. نعم. هل يدل على هذا على أنه لا يبتسم في وجه المشرك ولا الكافر؟ المشرك ينبغي فيه الغلظة والكراهة وإظهار البراءة، إنما المودة بين المسلمين والابتسام والتعاون هذا بين المسلمين، أما مع الكفار فالكراهة والبغضة والعداوة إلا عند رجاء المصلحة، يكون يؤلف قلوبهم يدعوهم إلى الله هذا لا بأس يرفق. هل يبتسم في وجهه لأجل دعوته إلى دين الله؟ نعم، هل يبتسم في وجهه لدعوته إلى دين الله لا بأس؟ ما في بأس، ما في بأس للدعوة إلى الله إذا رأى مصلحة في ذلك. نعم، يعني مجتمعهم وزبدة ما عندهم من الخير. نعم. فئام من أمتي، كلمة فئام من أمتي ما هي معنى الفئام؟ يعني جم الغفير، يعني نعم، يعني جم الغفير كثيرون. أحسن الله إليك. إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين درجته حسن درجته أحسن الله إليك. نعم، وش فيه درجته أحسن الله إليك؟ لا بس هذه بس برقاني رواها جماعة أيضا آخر جاء في معناها هذه صحيحة كثيرة. قولها حتى يسقيها بعضهم بعضا يا شيخ دل على أنه يكفر بعضهم بعضا، قد يقع تأويل، قد يقع. نعم إن شاء الله العافية. قد وقع أول ذلك في عهد عثمان وعلي، أول فتنة وقعت في أهل عثمان وعلي نسأل الله العافية. قد يقع يعتقد كفره ويسبيه نسأل الله العافية. سبحان الله 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 سبحان إنه إلا وحي رد رد القدر يا شيخ الدعاء هل يرد القدر يا شيخ؟ قدر المعلق. السلام عليكم. السلام، مساك الله بالخير يا شيخ. معلق بالدعاء، عساك طيب يا شيخ. قدر المعلق له أسباب إذا وقعت عاف الله العبد منه.
بيسأل يا شيخ سؤال كبير. نعم عندك سؤال؟ عندي الله يطول عمرك سؤال. عندنا مسجد قديم عسى الله ختم لك بالجنة. نعم. ويجعلك إن شاء الله قدامنا فيها. أمين. والمسجد قديم وثالث الله